السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة. ازيكم يا اصحابي؟ النهاردة بنكمل مع بعض شرح منهج ديسكوفر برايمري 2، الصف الثاني الابتدائي، ترم 2 الترم الثاني. وكنا انهينا المرة اللي فاتت الشرح حتى نهاية بيج 22، والنهاردة نبتدي نشرح بيج 23. وزي ما احنا متعودين يكون معانا الكتاب وقلم، ولو مش معانا الكتاب يكون معانا كشكول نكتب فيه ونذاكر منه. ويلا نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. ولسه بنكمل مع بعض عوامل التآكل او التعرية او إيروجن. إيروجن يعني عوامل التآكل او التعرية اللي احنا كنا بنشرحها المرة اللي فاتت، اللي بتحصل للصخور وللرمال بسبب الويند، الرياح او الووتر او المية. فالروك او الصخور والساند او الرمال بيحصل لهم ايروجن. ايروجن عوامل تعرية، عوامل تآكل، وبيحصل لهم ريشيبينج، بيتغير شكلهم بسبب الويند، الويند او الرياح، والووتر، الووتر او المية. فهنا بيقول لنا water and soil. water and soil الماء والتربة. عرفنا قبل كده يا اصحابي ان soil يعني تربة، اللي هي الارض طبعا بأشكالها المختلفة، سواء كانت أرض زراعية أو أرض صحراوية، دي اسمها soil. soil يعني تربة. وهنا بيقول لنا look انظر at the photographs، على الصور المصورة. what do you notice، what do you notice، ما الذي لاحظته، انت بتلاحظ ايه؟ فطبعا يا أصحابي في أول صورة هنا مكتوب road eroded near ocean. eroded يعني تم تآكله، حصل له تآكل. eroded يعني تم تآكله، حصل له تآكل. زي ما احنا شايفين يا اصحابي في الصورة ان الطريق حصل له تآكل، وهو near ocean. near يعني بالقرب من ocean، ocean المحيط. وهناك في الصورة، مش عارف انت شايفينها ولا لا، دي مية المحيط، المياه بتاعت المحيط. فالمية لما بتطلع من المحيط وبتخبط في المكان ده عملت eroding. eroding يعني تآكل للمنطقة دي كلها، والأرض زي ما احنا شايفين لها تآكل زي ما احنا شايفين قدامنا. فهنا بنقول ان الرود ده حصل له eroded. eroded يعني تآكل، يعني تم تآكله بسبب طبعا الووتر، الووتر بتاعت الأوشن اللي جنبه. الصورة التانية يا أصحابي فيها زي ما احنا شايفين أرض زراعية، ومكتوب تحت منها water and mud flowing. mud يعني الطين، الطين بتاع الأرض الزراعية ده اسمه mud. ف water and mud flowing، flowing يعني بيتدفقوا مع بعض. فزي ما احنا شايفين يا أصحابي إن المكان ده تقريبا فيه يا إما أمطار يا إما نهر بيصب في الاتجاه ده. فلما المية مشيت على السويل دي أو على الأرض أو على التربة دي، خدت المد، المد أو الطين معاها ومشيت بيه، حصل لهم flowing مع بعض. طب الصورة الثالثة يا أصحابي زي ما احنا شايفين قدامنا فيها صخور، ومكتوب تحت منها colored canyon sinai. colored يعني ملون، canyon canyon يعني وادي، الوادي الملون في sinai. sinai يعني سيناء. وطبعا هنا يا أصحابي ده كان تأثير الووتر أو المياه، كان فيه هنا مجرى مائي زي ما احنا شايفين يا أصحابي. ده كان مجرى مائي موجود من ملايين السنين بيمشي في المنطقة دي، والمية وهي ماشية كانت ماشية في الاتجاه ده، فكانت بتنحت الصخور وهي ماشية وسطيها بالشكل اللي احنا شايفينه ده. فلما المية جفت وعدت ملايين السنين، الشكل بتاع الصخور فضل زي ما هو حتى بعد المية ما جفت. وبكده احنا عملنا نوتس او لاحظنا تأثير الووتر، الووتر او المياه على السويل، السويل او على التربة بأشكالها المختلفة، سواء كانت فيها ساند او رمال زي بتاعت الطريق اللي جنب الاوشن ده، سواء كانت فيها مد او طينة زي الارض الزراعية اللي كان ماشي عليها مية وخدت المد معاها، او كانت ارض صخرية وروكس زي الوادي او الكولورد كانيون، الوادي الملون اللي موجود في سيناي، في سيناء اللي هي جزء من بلدنا الحبيبة مصر. ونتنقل للبيج اللي بعد كده، خليكم معايا ونوصل لبيج
24 أو صفحة 24 وعنوانها Exploring Erosion. Exploring يعني استكشاف، Erosion اللي هي عوامل التآكل أو التعرية. طبعا احنا اتكلمنا في الجزء اللي فات يعني ايه تآكل أو تعرية، ولسه شرحينه في البيج اللي فاتت. هنا بيقول لنا عايزين نعمل Exploring بيحصل ازاي، نستكشف ازاي بيحصل الايروجن ده او التآكل ده. فبيقول لنا هنا think، فكر about these questions، فكر في الاسئلة دي، في هذه الاسئلة before the experiment قبل التجربة. احنا هنعمل experiment او تجربة علشان نعمل exploring او نستكشف ايه هي الايروجن، ايه هي الايروجن او ايه هي عوامل التآكل والتعرية. فبيقول لنا write your answers، اكتب اجاباتك after the experiment بعد التجربة. فطبعا يا اصحابي المفروض ان احنا هنعمل experiment او تجربة، هنشوف ازاي بيحصل erosion او تآكل وتعرية عن طريق الويند او الرياح، وعن طريق الwater او المياه. فزي ما احنا شايفين قدامنا التجربة هتكون كالآتي، هنجيب ساند او رمال وفيها بعض الصخور زي ما احنا شايفين قدامنا، وهننفخ فيها باي حاجة، ممكن ننفخ فيها بنفسينا، ممكن ننفخ فيها عن طريق مروحة او عن طريق بلاور، اي حاجة تنفخ فيها هواء بشكل جديد شوية. زي ما احنا شايفين الرمال بيحصل لها ريشيب وبيحصل لها ايروشن، وبيبقى شكلها وشكلها بيختلف بمرور الوقت بسبب الويند دي. ممكن كمان الاكسبيرمنت او التجربة بتاعتنا تتضمن سويل او تربة عبارة عن مد او طين زي ما احنا شايفين قدامنا. السويل او التربة دي ممكن نعمل عليها سبراي او نرش عليها ببخاخة زي ما احنا شايفين قدامنا، كأن المطر بيمطر عليها لفترة طويلة بشكل جديد. فازاي هيعمل في السويل او التربة دي erosion او تعرية، وهيحرك التربة دي وهيحرك السويل دي بشكل جامد. ممكن كمان نعمل زي ما احنا شايفين في الجزء ده من الاكسبيرمنت، ان احنا نخلي المد زي ما هو ونخلي المية تنزل فيها في مكان واحد بس، مثلا عن طريق امها زي ما احنا شايفين قدامنا، كأن المية بتنزل في مكان واحد وبعدين بتجري، فبتاخد معاها السويل والمد اللي موجود في السويل او الطين اللي موجود في التربة، بيحصل لهم فلوينج مع بعض زي ما احنا شايفين قدامنا. فهنا الاكسبيرمنت او التجربة دي بتوضح لنا ازاي ان الويند او الرياح والووتر او المياه بيعملوا erosion او تعرية وتآكل للسويل زي ما احنا شايفين قدامنا. فهنا المفروض بيقول لنا our erosion experiment، تجربة التآكل والتعرية اللي احنا هنعملها، will answer these questions سوف تجيب على هذه الأسئلة. فبيقول لنا هنا how do wind and water move soil كيف الرياح and water والمياه move soil بيحركوا التربة. فهنكتب هنا أصحابي wind and water، الرياح والمياه transport بتنقل، احنا عرفنا transportation قبل كده وسائل النقل، transport بتنقل، soil التربة from one place to another،
from one place من مكان to another لمكان تاني. كده احنا عرفنا ازاي ان ال wind وال water بيعملوا move لل soil. يبقى wind and water transport soil from one place to another. طيب هنا بيقول لنا في السؤال التاني what effect ما تأثير does erosion اللي بتعمله ال erosion عوامل التآكل والتعرية have on land. have on land بتأثر بيه على ال land على الأرض. طبعا هنكتب هنا ونقول erosion change the shape of the land by the effect of water and wind over time. يبقى ان ال erosion او عوامل التآكل والتعرية بتغير شكل الأرض change the shape of the land by the effect عن طريق تأثير water and wind المياه والرياح over time بمرور الوقت. ونتنقل للبيج اللي بعد كده خليكم معايا ونوصل لبيج 25 أو صفحة 25 وعنوانها erosion experiment. erosion experiment تجربة التآكل وعوامل التعرية. فبيقولنا هنا follow اتبع the steps الخطوات given المعطاة by your teacher بواسطة المعلم بتاعك. فبيقولنا هنا يا أصحابي action action الفعل draw a picture or write what happens to the soil. يبقى هترسم صورة or write what happens to the soil أو هتكتب هنا حصل إيه للتربة. فأول حاجة بيقولك الأكشن اللي أنت لازم تعمله بيقولك blow انفخ across في dry material. dry material مادة جافة. يعني مثلا تخيل أن أنت قدامك رمال وأنت بتعمل blow in أو بتنفخ فيها. فهنا مثلا هترسم صورة الرمال وهي بتتحرك بسبب أن أنت بتعمل blow in أو بتنفخ فيها. تاني حاجة بيقولك هنا pour يعني صب or spray water or spray water او رش المياه ببخاخه زي ما قلنا من شويه زي ما شفنا من شويه في التجربه circle 1 ضع دائره حول واحده منهم. فاحنا مثلا هنقول ان احنا هنعمل pour او هنصب المياه. فبيقول لك لما تصب المياه على السويل هيحصل ايه بعد اول 30 ثانيه. احنا ممكن نرسم مثلا ان المياه مشيت كده وخدت جزء صغير من السويل في طريقها. بعد 30 seconds خدت جزء صغير من السويل معاها. طب بعد 1 minute أو بعد دقيقة واحدة هنخلي الجزء ده هيكبر لأن هي بتعمل flowing أو بتعمل تدفق فهتاخد معاها جزء أكبر من السويل. طب بعد 2 minutes أو بعد دقيقتين الجزء ده هيبقى أكبر وأكبر لأن الووتر بتعمل move للسويل وبتعمل لها flowing وبتاخدها معاها. فالسويل هتتحرك بشكل أكبر في الاتجاه ده لما تكون المياه نازلة كده. طب هنا بيقول لنا how does this experiment كيف أن هذه التجربة help you ساعدتك understand erosion. understand erosion أن أنت تفهم يعني إيه erosion أو عوامل التآكل والتعرية. فنقول هنا مثلا it showed me هي وضحت لي that the wind and water أن الرياح والمياه move the soil بتحرك التربة from one place من مكان to another لمكان تاني. وبكان نكون انهينا البيج دي وانهينا معاها شرح درس النهاردة. اتمنى ان انت تكون استفدت. لو عجبك الدرس اعمل لايك. اتمنى الاقي 1000 واحد استفادوا او 1000 لايك تحت الفيديو. والاهم انك تشارك الدرس مع اصحابك علشان الكل يستفيد. وما تنسوش تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك والمجموعة بتاعتنا كمان. وانا سايب لكم اللينكس بتاعتها في الديسكريبشن او في الوصف اسفل الفيديو. في الختام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.